السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحتكم لاباس؟ كل شيء مزيان نتوما بخير. ماي المشاهدين، غادي ندير لكم واحد لومليت اللي كتوجد بالزربه وكتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. نتوما عندي هنايا البصله، البصله الخضريه، دابا هادي وقتها راه هي واعره، كتجي غزاله في الماكله، كتجي فله. شدت عليا مزيان هذه، كفلنا هذا نشري وحده تهرسات للمشاهدين، هذيك اللي لاصقه في الحال تهرسات. انتما راه كديروا حتى الورق ديالها ما كتلوحوش. دي اومليت ايطالية، ثم قطعتها كلها. نقطع فيها شويه ديال المعدنوس. صعيبة صعيبة المشاهدين، ما تكونش عندك البنت اللي تهز عليك الدق ديال تمارة من تكوني مريضة، ولا صعيبة اللي عندهم البنيات الله يخليهم لهم. الكلوز اللي غادي داك ولا يوقف معاك ولا هادي عايش بوحدو، يعني ما كاينش، راكم عارفين كلشي كي وليدات كيكبروا كيفروا كيعيشوا بوحدو، كتبقى الام بوحدها، يعني ما راجل لا راجل اخر بوزنقة سوى مريضة ولا صحيحة ما عندو فوق سبحان الوليدات. البنيه البنيه فين ما مشات كتراعي ما نتوما غندير الملحه، ما تكثروش الملحه لان ما كتبغيش الملحه هذه المفروضه ما كتبغيش الملحه.
ندير شويه ديال الابزار، رقيق الابزار لان كل واحد هو هذا. ندير سودانيه، وغادي ندير نص معلقه ديال الكمون، وغادي ندير ثلاثة ديال البيضات، نشعل على المقلاة السخن، الأولى، الثانية، وها الثالثة. خليت المقلاة كتسخن، وغادي نضرب شوية يمكنكم ديروها حتى في الفران يعني تجي زوينه ماشي هي مشكل. انا ما غاديش نشعل الفران، غادي نديرها غير هكا وصافي. ندير نقيطة ديال زيت الزيتون في المقلاة، ثم الشكل ديالها نغطيها ونخليها تطيب. نخليها تطيب شوية، طيبة ورجع معكم مش منطولش الفيديو. انتم المشاهدين، المعقودة ديالي ديال هذه البصلة هي طابت كيف كتشوفوا، كتجي روعة، كتجي غزالة، وحتى في المذاق كتجي زوينة بزاف، كتجي واعرة المشاهدين. كنتمنى تنال اعجابكم، جربوها هي كتجي بنينة وصحية هذا الموسم ديال البصلة، كتكون كتجي واعرة كيما الشكل ديالها، كتجي روعة 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 المشاهدين. هانتوما الشكل ديالها، كتجي روعة، كنتمنى تعجبكم. دعمونا بالجيم واشتراك في القناة، وكنشكركم بزاف. وكلوها بالصحة والراحة، ورمزيانة الناس اللي مرض من برواح لان اللي فيهم اسمه ما
دابا غادي نتنشوى على الكويزداتاي ديالي، غنمشي ندير رجل فوق رجل وغادي نتنشوى على الكاس داتاي. عندك الشعر فيها مكلاس، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، لكم كل شيء مزيان وشكرا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دعمونا بالجيم واشتراك في القناة وشكرا، الى اللقاء.